الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. احتل العراق المرتبة 93 عالميا والتاسعة عربيا في مجال الاستثمار أو ممارسة الأعمال التجارية لعام 2024، وذلك بحسب مجلة CEO World التي أصدرت تقريرها للعام الحالي. واستند التصنيف إلى 11 عاملاً مختلفاً بما في ذلك الفساد والحرية الشخصية والتجارية والنقدية والقوى العاملة وحماية المستثمر والبنية التحتية والضرائب ونوعية الحياة والروتين والاستعداد التكنولوجي. تحتاج الحكومات الأوروبية إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 800 مليار يورو بحلول عام 2030 في البنية التحتية للطاقة وحدها لتحقيق الأهداف المناخية والحفاظ على تنافسية صناعتها. وذكر تقرير للمادة المستديرة الأوروبية للصناعة أن أهداف الاتحاد الأوروبي المتمثلة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والوصول إلى صفر كربون بحلول عام 2050 ستتطلب استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات في الطاقة. وأشارت إلى أن الحكومات في حاجة فقط إلى 800 مليار يورو بحلول عام 2030 في البنية التحتية للطاقة، في حين يقفز المبلغ إلى 2.5 تريليون يورو حتى تتمكن الكتلة من إكمال التحول الأخضر بحلول عام 2050 والبقاء في العمل. كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية أن سباق إعادة التسليح يكلف أمريكا وحلفائها نحو 10 تريليونات دولار، وأن الدول بدأت التأقلم مع زيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي المطلوب لموازنة جيشي روسيا والصين. ورغم أن الإنفاق الدفاعي العالمي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت للتو تفكر فيما سيتطلبه الأمن في القرن 21. حذرت منظمة التجارة العالمية من مخاطر كبيرة تهدد التجارة الدولية خلال العام الحالي بسبب النزاعات والتوترات الجيوسياسية. وذكرت المنظمة في توقعاتها السنوية أن حجم التجارة العالمية انخفض بشكل غير متوقع بنسبة 1.2% خلال عام 2023 بحسب وكالة فرانس بريس. وقال كبير الاقتصاديين في المنطقة رالف أوسا إن الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى أداء أوروبا الذي كان أسوأ من المتوقع، فيما ساهم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في انخفاض الطلب على السلع. وصلت أسعار النفط مكاسبها بعد أن ارتفعت دولاراً للبرميل في الجلسة السابقة مع تأهب المستثمرين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط التي قد تشمل إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوروبا. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.